معنا سي حميد الشياضمي الرئيس المنتدب لإنديهاش عمل مكناس، والذي يتحدث لنا على برنامج مشاريع الشباب والبرنامج، يعني يذكر لنا بعض المزايا هذا البرنامج ديال مشاريع الشباب والمسار ديالو. تفضل سي حميد، مرحبا بك. بالنسبة للبرنامج، البرنامج التالي ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي هو برنامج ديال تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فيه ثلاثة محاور. فيه محور ديال ريادة العمل، نعم، وفيه محور ديال مواكبة تشغيل الشباب، وفيه محور ديال الاقتصاد التضامني والاجتماعي. تماما. بالنسبة للمحور الأول اللي هو ريادة الأعمال، بالنسبة لتفعيل هذا المحور، نشأت واحد الآلية تقنية اللي هي منصات الشباب. يعني الشباب متراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، واللي عندهم أفكار مشاريع ولا مشاريع، تيمروا عن طريق هذه منصات الشباب. منصات الشباب فيها آليات لتسيير، كاينة جمعية لتسيير يعني مكلفة باستقبال والاستماع والتوجيه، يعني تستقبل هاد الشباب، نعم، تسجلهم، تشوف الحاجيات ديالهم. يعني بالنسبه للشباب الباحث عن عن عن, عن الشغل، تيمشي للمحور ديال التشغيل. نعم. بالنسبه للشباب اللي عنده فكره مشروع او مشروع، تيمشي لرياده العمل. المشاريع الصغرى والمتوسطه طبعا، يعني تقريبا متوسطه في حدود السقف ديال المبادره الوطنيه هو 100,000 درهم. نعم. في التركيبه الماليه فيه المساهمه ديال المبادره الوطنيه ب 60%، والمساهمه ديال حامل المشاريع ب 40%. تماما. من بعد هذه المرحله كاينه واحد الجمعيه مقدمه خدمه اللي تم انتقاء ديالها على الصعيد الجهوي. نعم. تدير المواكبه القبليه والمواكبه البعديه. يعني المواكبه القبليه تستقبل الشباب، تدير معهم تكوين ومواكبه، يعني تكوين الملفات ديالهم. نعم. ومواكبه لمده التكوين شحال كيكون تقريبا المده ديالهم؟ بين 3 شهور و 6 شهور ديال هاد المواكبه البعديه. تمام. من بعد تجي المواكبه القبليه، يعني بالنسبه للشباب اللي تقبلات المشاريع ديالهم. نعم. تجي مواكبه قبليه ديال فيها 12 شهر. يعني قبل بعدا بالنسبه للمواكبه البعديه، كيفاش يخلق الشركه ديالو، سواء كان مقاول ذاتي، سواء شركه متعدده التخصصات، سواء سي ان سي يعني ذاتيه، تيكونوا معاه الملف، تيختار يعني لونتيتي ديالو، يعني المقاوله. هنا تجي واحد الاليه ديال الحكمه، يعني كاينه واحد اللجنه تسمى اللجنه الاقليميه للتنميه الاقتصاديه، وعندها لجنه تقنيه تابعه للجنه هي اللي تدرس الملفات. نعم. وتتم اختيار المشاريع اللي اللائقه قابله للتمويل، يعني نعم. إليجيب. هنا من فوق تدوز هذه اللجنه وتتنتقي المشاريع، تنحيلوا هاد الملفات هذه اللي سقطت على اللجنه التقنيه التابعه للجنه الاقليميه، على اللجنه الاقليميه اللي تدرسها السيد العامل من اجل المصادقه والدراسه والتمويل. من بعد تجي المرحله ديال اعداد اتفاقيات مع الشباب، على اساس ان المشروع ديالو تقبل، وكاين بنود في ديك الاتفاقيات، ما لك وما عليك، التزامات ديال الشركاء والتزامات ديال الشباب. طبعا. ونرجعوا للملف الاول اللي ذكرتي لي، اللي قلتي يعني في حدود السقف ديالو 100,000 درهم. نعم. فقلتي ان 60% ديال المبادره و 40% ديال حامل المشروع. هذه 40% ديال حامل المشروع ممكن تكون مقسمه على جوج، 20% تكون يعني ماديه واجده. نعم. و 20% ممكن تكون عينيه، يعني الشاب ربما كان بادي واحد المشروع. نعم. عنده واحد المعدات تيدير لها تقييم في
حدود 20% تكون عنده ديسبونيبل يعني في الحساب البنكي ديالو. تمام. وهاد الشباب واش كتعطيو الاولويه لحاملي الشواهد ديال التكوين المهني ولا اي يعني ما كاينش واحد الاختلاف ما بين الحامل الشواهد التكوين واللي ما حاملش الشواهد؟ نعم. يعني الاولويه تتعطى للناس اللي عندهم دي ديبلوم سواء التكوين المهني سواء في جميع المجالات طبعا، سواء الطبخ سواء الميكانيك سواء الحلاقه سواء الفندقه يعني لا ريستوراسيون. وهادشي اللي حنا اللي بغينا هذا هو الهدف ديالنا، لان وصلتنا بزاف ديال الشكايات الشباب كيقول لك لا مشيت دفعت للمبادره وما قبلوليش. فهذا امر كنبغيو نوضحوا للشباب، كنقول لهم بان راه الاولويات اولا الحاملي الدبلومات الشواهد. لان هنا كاين فرق، حامل الشهادة يعني غير في التكوين ديالو ديجا على استخدم واحد التكوين عنده شهادة أو عنده ديبلوم. طبعاً. كاين فرق بين هذا بين الشباب اللي واجد وبين الشاب اللي مازال ما عندوش فكرة تاع المشروع، تاع يعني باش تدرس مع غير فكرة المشروع ما تتلقاهش، ما عرفوش. أو يقدر يكون غير يسمع عليه وما يعني وما قاريش وما عارفش، يعني خصو مدة، واحد المدة غير باش تكون مع غير الملف ديال المشروع ما هي وما لا. وعاد التأطير. تماما. كاين فرق، واحد يعني عنده ديبلوم يعني في التكوين ديالو. نعم. على صعيد المنصة ما تلقاش معاه مشكل. بالنسبه سميتو البلون دافير ديالو، بالنسبه كيفاش يكون الشركه ديالو، كيفاش يتعامل. اكيد وبالاضافه انه واش هو اصلا واش كولتيف، يعني واش عنده واحد الشواهد دراسيه اللي تتمكنوا كتخولوا بانه المشروع ديالو ولا لا. يعني في صفه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هي استمراريه المشروع. تماما. لان علاش هاد التمويل ديال الشباب باش يقرر، يعني غادي تطلب به المبادره ولا فلسفه المبادره هو داك نقدو داك الشاب اكيد يدير مشروع. أكيد. ولكن الهدف الاساسي هو استمراريه المشروع وتوسيع المشروع. طبيعي. ويشغل معاه ناس اخرين، هذا هي الفلسفه ديال المبادره الوطنيه. استاذ سؤال اخر، واش بالنسبه للملفات واش كتكون فرديه او جماعيه؟ يعني واش كيكونوا متفاردين فيها واحد العدد ديال الشباب ولا ملف شخصي واحد ممكن يدير ملف ديالو؟ هذا مشكل صادفناه خلال دراسه الملفات وخلال اللجنه ديال الانتقاء. نعم. يعني الاكثريه الشباب تقول له اودي الا دخلتي معك واحد، يعني غتخدم ثلاثه معك. طبعا. تخدم معك جوج الناس ولا علاش ما يكونش الشريك ديالك؟ هما تيحبدوا ديما الفكره ديال لوطو اونتربرون، ديال المقاول ذاتي. يعني تيبغي يخدم الراس. يقول كان غندير مشروع راسي ولكن ممكن نخدم ثلاثه الناس. اودي داك ثلاثه الناس اللي تخدم ممكن يكونوا معك في لونتيتي ديالك. شركاء ديالك. يعني غتخدموا وبالنسبه للطاج يعني بالنسبه لهذا يتقسموا. انت غتقوم بواحد المهمه، الاخر يقوم بواحد المهمه، الاخر هنا غادي يكون تكامل. ولكن حتى هذاك المقاول الذاتي كيقول مع راسو، كيقول لك اللهم هذا كعامل ونعطيه اوامر ويمتثل ليها، ولا كشريك غادي يبقى يفهم عليا وما يخلينيش نمشي في المسار اللي بغيت انا. وهذيك ماشي الفلسفه ديال المبادره هو يكونوا شركاء. لان الى مشينا بهذه الطريقه كل شهر 100000 درهم، يعني ذاك الغلاف المالي ما يكفيش حتى واحد 100 ديال الشباب. حنا خصنا نوسعوا القاعده، يعني الى استفد شاب واحد 50000 درهم واستفد الاخر 50000 درهم يكون العدد. طبعا هذه هي الفلسفه ديال المبادره. نعم. ومن بعد يكبر المشروع وفير مزال المشروع تيكبر. اكيد. وبالنسبه لسميتو هنا بعض الشباب عندهم كيسمعوا ولا كيدخلوا يقراوا في الموقع ديال الانديهاش بان دايرين هذه المبادره وكيحسبوا بان المال راه كياخذوه بين يديهم بحبذا باش يفهموا بان راه كيتشرى بهم ماتيريال داك المشروع وكدير دراسه ديال داك المشروع وكيشريو لك به هذاك الماتيريال اللي داير في الدراسه. كما قلت لك اخي، تنبداو المشروع من تكوين الملف
حتى تنصدقوا على المشروع. ملي تنصدقوا على المشروع شنو تيجي؟ تيجي توقيع اتفاقيه. طبعا اتفاقيه تتحكم عليا وعليك، البنود ديالها خص الالتزامات ديال الشركاء خصها تطبق. اكيد. ولا ما تطبقاش المبادره ممكن هذا مال الدوله تسحب، ممكن لما خدمش المشروع ترجع الاموال، ممكن نمشيو ترجع كاموال ولا كماتيريال الا كنتي شريتي لهم مثلا بعض المعدات. اي حاجه. نعم. حنا تنشريو المعدات ما تعطيهمش الفوندرومون، يعني ما تعطيهمش فلوس اي، يعني ماتيريال تيدير الاجراءات ديالو ديال فتح الاضريفه، ديال المحضر ديال فتح الاضريفه، تيدير الاجراءات ديال التسليم بالمحضر ديالها. اكيد. يعني داكشي مقنن بالقواعد ديالو بالقوانين ديالو. تماما. كلمه اخيره سي حامد قبل ما نساليو. يعني المبادره فاتحه يديها، كاين افق، كاين فلوس. نعم. الشباب يعني ياخذ البديل، يتزعم وياخذ البديل. نعم. يجي للمنصه، يجي القسم. حنا راهنا الاشاره تنبقاو هنا حتى 9 الليل، حنا راهنا الاشاره نعطيو المعلومه، نوصلوا المعلومه، نشرحوا لهم الطريقه، نواكبوهم. حنا راهنا الاشاره، هذا واش ملكي اللي خصو ينجح، وسيدنا هذا هو الهدف ديالو. تماما. الله ينصرو. تماما. الشباب حنا بدورنا كنقول لكم مرحبا بكم في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكنشكروهم على كنشكروا هاد المسؤولين على المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل انجاح ملفات الشباب ومشاريع الشباب. وكنشكروا السي حميد على هذا اللقاء، مرحبا بك معنا مره اخرى. الله يبارك فيك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.